السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناة ثقافة ومعلومة في كل مكان. نظرا لكثرة شكاوي العديد من مشتركي خدمات الإنترنت من ضعف الخدمة في بعض الأحيان أو انقطاعها بشكل ملحوظ، خاصة خلال فترة حظر حركة المواطنين التي جرى تطبيقها من 7 مساء وحتى 6 صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19. بنستعرض معاكم خطوات تقديم شكوى ضعف خدمة الإنترنت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو جهاز حماية المستهلك على النحو التالي: يمكن تقديم شكوى عبر الهاتف المحمول أو الثابت على الرقم المختصر 155 أو على الرقم المجاني 0800 333 0333، والأرقام هتظهر على الشاشة، أو من خلال الفاكس على رقم 023 53 44 155 أو 023 53 44 156. تقديم الشكوى خلال البريد الإلكتروني هتظهر على الشاشة، البريد الإلكتروني اللي بتقدمه عليه الشكوى. يمكن كذلك مراسلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على العنوان التالي: الجيزة الكيلو 28 طريق مصر اسكندرية الصحراوي، القرية الذكية، مبنى ب4، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. بالنسبة لجهاز حماية المستهلك، إرسال الشكوى عبر الخط الساخن 19588 أو عبر الواتساب على الرقم 012 81 66 188 0، أو إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 023 30 30 170. كمان ممكن نرسل الشكوى على البريد الإلكتروني اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي، سواء لجهاز حماية المستهلك أو لجهاز تنظيم الاتصالات. التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية، والتوجه بالشكوى إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد. إذا أول مرة بتشاهد قناة ثقافة ومعلومة، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. مع أجمل ورقة، تحياتي وتحية أسر الثقافة ومعلومة.